على أرض تنزانيا تنتشر أكبر حفرة منقرضة غورونغورو، والتي تعد أكبر حفرة منقرضة في العالم بمساحة 264 كيلومتر مربع. في الوقت الراهن في جامعة الصداقة يدرس 119 طالبا من تنزانيا. أحب جامعة الصداقة لأنه يوجد فيها الكثير من الطلاب المتنوعين، الكل لطيفون، وروسيا بلد جميل ودولة عظمى جدا. أحب روسيا وأحب جامعة الصداقة.